إذا كنت لا تعلم، أضف إلى معلوماتك. روسيا أو قواعدها باتت تطوق عالمنا العربي من كل اتجاه تقريبا. كيف زحفت روسيا إلى حدودنا؟ وهل هذا في صالحنا؟ ولماذا غضت أمريكا طرفها؟ ونحن هنا لنجيب. في البداية عزيزي المشاهد، سنضع بين يديك خارطة انتشار القواعد الروسية والنفوذ حول بلاد العرب، فيما سنخصص القسم الثاني من هذه المادة لشرح تداعيات مثل هذا الأمر، والجزء الثالث سنتركه للحديث عن الموقف الأمريكي. ولنبدأ بالخارطة. أهلا بكم متابعينا الأعزاء، وكما ترون هذه خارطة البلاد العربية، وهنا في شرق البلاد العربية تقبع إيران أكبر حلفاء موسكو في المنطقة، وإيران تغطي الجزء الشرقي من ديار العرب كاملاً، وهي تفتح أجواءها للروس براً وبحراً وجواً. ولا يخفي الإيرانيون عديد المناورات التي ينفذونها مع روسيا بخليج العرب، ما يعني أن قوات روسية تتمركز في إيران بشكل دائم أو شبه دائم. ومن الشرق دعونا نتجه شمالاً، وكما ترون أيضاً في سوريا حيث تعج بالقواعد والمقاتلين الروس، وهذا أيضاً أمر معلوم، ما يعني أن الروس متواجدون في شرق بلاد العرب وشمالهم أو نصف الشمال على وجه الدقة. ولنرى في اتجاه آخر حيث سنعبر إلى عرب إفريقيا، ولنرى مواقع الروس عندهم. وسنبدأ من وسط إفريقيا حيث جنوب البلاد العربية الإفريقية، وتحديداً دولة إفريقيا الوسطى التي تستضيف موقعين للروس في ناتسيما وبامباري، وكذلك دولة جنوب السودان التي تستضيف موقعاً للفيلق الروسي الإفريقي أو فاغنر في أم دافوق. ومن هذين البلدين جنوب السودان سنعبر إلى جنوب ليبيا حيث تشاد، التي تضم هي الأخرى موقعاً يتمركز فيه مقاتلون من فاغنر في العاصمة أنجمينا، وإلى جوارها تفخر النيجر جنوب ليبيا والجزائر أنها تستضيف قوات روسية، وكذلك الحال في مالي الواقعة جنوب الجزائر أيضاً وشرق موريتانيا وأيضاً بوركينا فاسو الواقعة بين النيجر ومالي. لكن لا تنتهي الخارطة هنا، فالفيلق الروسي يتخذ من شرق ليبيا مقراً لإقامته، كما يتواجد أيضاً في السودان. إذن الجنوب العربي يعج بالقواعد والمقاتلين الروس، كما هو الحال في شرق ديار العرب وشمالهم، باستثناء أجزاء تظل خالية من الروس كالمحيط الأطلسي حيث غرب المغرب وموريتانيا. لكن دعونا نخبركم أن للروس تواجداً في موريتانيا، ما يعني إشرافهم على مياه المحيط، وكذلك الحال في مياه المتوسط حيث يشرف عليها الروس من سوريا شرقاً ومن ليبيا جنوباً، ما يعني عملياً أنها بحوزتهم هي الأخرى. أما البحر الأحمر فهو كذلك في قبضتهم عبر قواعدهم في السودان، وحتى عبر تحالفهم مع إيران وبالتبعية الحوثيين. إذن هم يطوقون العرب من كل مكان. وكما شاهدتم أعزائنا المشاهدين، وهذا من الجانب الجغرافي لموضوع هذه الليلة، لكن ماذا عن الشق السياسي للأمر؟ دعونا نرى. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا. لم يكن التواجد الروسي في المنطقة من باب العبث أو محض الصدف، وإنما هي استراتيجية روسية وقع عليها بوتين ومنشورة للعلم منذ العام 2022، وترون جزءا منها بهذه الصفحات، وتعرف باسم الاستراتيجية الروسية البحرية. ودعونا نحدثكم عنها قليلا، فهي معنية بالدرجة الأولى بتوسع روسيا في البحار البعيدة، حيث المياه الدافئة بكل من البحر المتوسط والأحمر وكذلك المحيط الهندي، وكل هذه البحار والمحيطات تعتبر الطوق المائي الذي يحيط بأرض العرب. وكان سببها الرئيس هو تكالب العقوبات الغربية على موسكو، والتي عزلتها بالدرجة الأولى عن محيطها الطبيعي في أوروبا. لذا كان لابد للروس من امتداد آخر، خاصة وأن آسيا باتت تقريبا حكرا على الصينيين. ووجد الروس ضالتهم في إفريقيا تحديدا، حيث دول سئمت التواجد الغربي وتحديدا الفرنسي، وتبحث عن متنفس آخر، خاصة لجنرالاتها الصاعدين المعادين للغرب وفرنسا.
لكن ليس هذا السبب الوحيد لتواجد الروس بالقرب من أرض العرب. دعونا نخبركم أن روسيا التي شهدت على مر سنوات استراتيجية الغرب بنهب ثروات العالم، قررت هي الأخرى ارتداء الثوب اللص. وفعلا بالنظر لتواجدهم في أفريقيا تحديدا، ستجدهم يحلون ضيوفا بالقرب من مناجم الذهب وغيرها من المعادن الثمينة. وأيضا ليس هذا السبب الوحيد، فالروس أدركوا مؤخرا بعد تدخلهم العسكري في سوريا أن دول العرب لا تمانع باستقبال الضيوف، بل أن العرب ميزتهم الكرم، فهم يستضيفون قواعد أمريكية وبريطانية منذ سنوات عدة، ولا يجدون ضيرا باستضافة قواعد عسكرية لقوى عظمى أخرى، كما ستجد في قائمة الأسباب عوامل أخرى دفعت الروس للتمدد والزحف، على رأسها البحث عن نفوذ وأوراق يساومون بها الغرب في حال اضطروا للمساومة، كما هو الحال مع أوكرانيا، حيث حين غزاها الروس لم يجدوا بأيديهم ما يساومون عليه الغربيين، وهو ما سمح للناتو بدعم الأوكرانيين كثيرا وطويلا. إذن كل هذا التواجد الروسي حولنا ليس بمحض الصدفة وإنما مقصود. وكما استمعتم أعزائنا المتابعين، تمددت روسيا وفق منهج واستراتيجية معدة مسبقا، بل وشبه معلومة للقاصي والداني، لكن كيف سمح لها العالم بذلك وتحديدا أمريكا؟ وهل وقفت موقف المتفرج على موسكو وهي تجوب مناطق كانت بالأصل مناطق نفوذ غربي؟ لنحاول معرفة الإجابة. في سبتمبر من عام 2021، نائب وزير الدفاع الأمريكي آنذاك كولين كول، وفي مداخلة فيديو بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي العسكري لدول البلطيق، قال الرجل بالحرف أن روسيا ستكون التحدي الأمني الأكبر لأمريكا في السنوات المقبلة، والقوة الروسية العسكرية ستشكل أكبر تهديد وخطر على الغرب، وشرح كيف تسعى روسيا للتمدد خارج أراضيها، ما يعني أن أمريكا كانت تعلم مسبقا هدف موسكو وحتى قبل حرب أوكرانيا الأخيرة، وما يعني أيضا أن أمريكا كانت غير قادرة على التصدي لها بالمعنى الحرفي، خاصة أنها بذلت كثيرا من القوة في أوكرانيا ولم تستطع إعاقة الروس عن تنفيذ مخططهم هذا، لكنها بالمقابل ربما تكون نجحت بحرف بوصلتهم بالتوسع، حيث كانت أعين الروس على أوروبا، لكنها بعد المقاومة الشديدة في أوكرانيا عرجت لتتوسع بعيدا عن ديار الأوروبيين. كذلك لابد من الأخذ بالحسبان أن أمريكا كانت راضية عن كنس الفرنسيين من القارة السمراء، خاصة بعد أن اكتشفت ما أسمته خيانة باريس لها، حين سعى الفرنسيون لدعم طموحات التنين الصيني بالصعود على قمة العالم. ومن ناحية أخرى، يمكن القول أن العالم أصبح كبيرا جدا على أمريكا ولم تعد قادرة على حماية نفوذها في جميع نواحي كوكب الأرض، لكن الثابت أن أمريكا كانت تعلم أن روسيا ستتوسع وربما تقاعست أو عجزت عن منعها. روسيا دولة عظمى هي الأخرى، وبالتأكيد لن تطلب إذن واشنطن إذا ما أرادت أن تتحرك في أي مكان. وبهذا أعزائنا المشاهدين، نكون قد أجبنا عن غالبية التساؤلات التي طرحت في سياق هذه الحلقة، وما يتبقى هو فقط موقف العرب أو تداعيات مثل هذا الأمر عليهم، وإذا ما كان في صالحهم أم لا. وهذا إجابته فيما يعرف باستراتيجية إدارة التوازن بين القوى. فمثلا بعد قدوم الروس إلى سوريا أعقاب العام 2015، ومع التبدلات التي جرت في السعودية وصعود نجم أميرها ابن سلمان بطموحات كبيرة، والمعارضة التي لقيها من الغرب آنذاك، خاصة أعقاب حرب اليمن والعزلة التي فرضت عليه بعد مقتل المعارض السعودي جمال خاشقجي، وجد الأمير محمد بن سلمان ضالته في أيدي الروس القريبة التي امتدت له واحتضناته، والكل يعلم كيف عاد الغرب ليحج للسعودية بعد أن فتح الأمير بلاده للروس والصينيين. وهذا المثال فقط للتوضيح كيف يمكن للعرب الاستفادة من التنافس الروسي الأمريكي لو أرادوا ذلك. فمصر على سبيل المثال كانت قد سبقت السعودية مع وصول الرئيس السيسي للحكم والعزلة التي واجهها هو الآخر بعد اتهامه بالانقلاب على النظام الديمقراطي الذي تم انتخابه عام 2012،
ووجد الرئيس السيسي أحضان بوتين ترحب به، وهو من ساهم بفك العزلة عن مصر بعد ذلك. وأيضا الجزائر التي بدت هي الأخرى منفتحة على العالم مؤخرا مستفيدة من علاقاتها مع موسكو، ووجدت نفسها قادرة على مفاوضة عديد دول الغرب. وعلى هذا فإن التواجد الروسي في المنطقة قد يحمل جانبا مفيدا للعرب، وإن كان يحمل في جانب آخر صبغة مستعمر جديد. لكن في إحدى تعريفات السياسة فإنها تسمى أحيانا فن الممكن، والممكن كثير لو امتلك أحد الفن. وإلى هنا أعزائنا المشاهدين، نرجو أن نكون قد وفقنا جميعا بإرضاء فضولكم والإجابة عن جميع الأسئلة التي تبادرت إلى أذهانكم حول عملية الانتشار الروسي الجديدة في العالم والتي وصلت حد تطويق العالم العربي. راجين أن نكون قد تمكننا من إضافة معلومة جديدة ومفيدة، وإلى لقاء آخر في حلقات ومواضيع أخرى مميزة.